بدأ الاجتياح أو الاقتحام الليلة الماضية بادعاء إسرائيلي أن هذه عملية استخباراتية دقيقة تتجه نحو أماكن بعينها. هذا ترك انطباعا عند الإسرائيليين وعند المتابعين لوسائل الإعلام الإسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي تمكن إما من العثور على قيادات حماس داخل المشفى، وإما تمكن من العثور عن الأسرى الإسرائيليين داخل المشفى، لأنه صور أن هناك عملية محددة سيقتحم المشفى من أجل شيء محدد ثم يخرج. ليس هذا ما حدث اليوم، لا يوجد أسرى إسرائيليين في المشفى، كذلك لا توجد أي من قيادات حماس، ومني الاحتلال الإسرائيلي بفشل استخباراتي كبير في هذا الملف. الآن تجري عمليات بحث عن فتحات أنفاق كما يقول الاحتلال الإسرائيلي داخل المشفى، لكن حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي إسرائيلي يوضح طبيعة ما يجري داخل المشفى. المؤكد أن قوات الاحتلال انسحبت الآن، وأن بيانا قد يصدر خلال الساعات المقبلة على مألوف عارة الجيش الإسرائيلي.